حياتي وهي النور في كل أوقاتي بالأذكار تطمئن حياتي وهي النور في كل أوقاتي ذكر الله ذكر الله أنا لا أهجر ذكر الله ذكر الله نوري بدربي كيف العيش بلا ذكر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا في هذا الشهر الكريم لعبادته وصيامه وقيامه وقراءة القرآن وسائر الأعمال الصالحة. درسنا هو ما اعتدنا عليه منذ فترة، وهو درس في كتاب حسن المسلم. حسن المسلم يدلنا مالتي لما عنت مبل عصر تشمونته مبل عصر شمونته درسي نعذكارك نوسدنا لما عنت مالتي أفتز حالة في سومون بزعبانا يمنتاي وسيدنا نيرنا بزعبانا يحادثة بنت حردة أمويتو كميلك دعاة قبرلو، كذلك إشتي قول عند حردة أمويتو انتالك دعاة قبرلو، كل زيستات وسيدنا نيرنا كذلك أفتنا مجرش عدماني زيارة القبور تقبر كلها انتالك دعاة تقبر وسيدنا نيرنا انتالك دعاة تقبر وسيدنا نيرنا. هذا كله ما مر معنا في الأسبوع المنصرم. اليوم يمر معنا من الأدعية لما عندها دعاء انتهى لنا ماتيو دعاء الريح. دعاء الريح طبعا يا أخوان كم من دبر ذات سلسلة سبحان الله، يعني لشيء أراده الله سبحانه وتعالى دادنا قونا تدرسي بدلائنا ليكون بقدر الله عز وجل لما عندي أمتها كان أتوينا ماتيو حادث سبك فتر كله انتهى عن الدعاء يقبر لما عندي درس اختمتنا يا مالتي. سبحان الله نحن يرتبنا الآن، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى كونوا متي عمالتي، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا وعنكم. طيب نبدأ دعاء الريح. الريح انتهي مالتي نفاس، نفاس كهببهم كله نفاس كمتسئهم كله انتهي تبل انتهي دعاء تقبر. طبعا يا أخوان الريح دائما ريح انت حرد أنا بينا متي انتهي دحزلت يا مالتي عذاب دحزلي بزحت كزي ريح انت حرد أتباهيله عذاب دحزلي كم تبقر عند مثل ريح صرصرة كم أمثل آياتات بزح لنا ما تبزع باريح دمثلنا رياح عند حرد أخوين خاء رياح زي خير دحزلي خير دحزلي يعني ما يدحزلي أمطار دحزلي إيد خوين مالتي. عموما عند حرد ريح نفاس عند حرد مزيو بورتعك مزري خيو نفاس مزري خيو انتالك دعاء تقبر. أولا شيء يا أخوان من التنبيه نفاس عند حرد بزح ريخة ونفاس مزري عند حرد ريخة نفاس مصرف جائز يكون بشرعي شرعا نفاس مصرف كل كولي. كذلك لنا بعض الأحاديث تمنع إيش عن سب الريح عن سب الريح. لذلك ندحر دأ ريح ريو حارس ابن تايبل إذا دعاء ذي يبل مالتي اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها. اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها يبل مالتي انتهي لهم النبي عليه الصلاة والسلام الريح من روح الله أو الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. انتحرد نساء مزياري أخمة نرب سبحانه وتعالى خيرنا تحتته ندحر دا مزري أخما كذلك إيش كافتشرنا تارمان نرب سبحانه وتعالى تعاقبي له النبي عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى القرآن تايلنا ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات بأمره رب سبحانه وتعالى مبشرات رياح سدد مالته. كذلك رب سبحانه وتعالى خمتع عن توجه تقصنا يدماني عذاب كقبره يخيل تريح مالتي تريح دماني عذاب كقبره يخيل مالتي. كذلك يمر معنا انتاي دعاء خالد ما انتقبر كم زنايزي ناي نفاس مالتي انتاي تبل
اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. تبلان رب سبحانه وتعالى تقويتاي يا الله تبلان لخا أسألك خيرها خير ناتاي حتى كالخو خير ناتاي لمن كالخو تبلان ربنا سبحانه وتعالى، وخير ما فيها أب أزل خير دماني يحتى كالخو تبلان ربنا سبحانه وتعالى. كذلك أنت تبل وخير ما أرسلت به، وخير أو وخير ما أرسلت به بآت لا إخاتو زلا خير ناتا دماني حتى كافت خير ناتا خيت حاب أن تبلان ربنا سبحانه وتعالى، وأعوذ بك من شرها خفت شر ناتا دماني خلك لن تبلان رب سبحانه وتعالى عقب أن تبلو، وشر ما فيها أب أزل شر عقب أن تبلو، وشر ما أرسلت به كمون بشر تلائخة تزلى نقر نساد ماني إلم منك كاب أخت الحنة نتبلو نربنا سبحانه وتعالى. كذلك من الأشياء والمرتبط به انتهي لنا دعاء الرعد حجند حر داريخة مطر كمتسون كل مجمرة نفاس متس بالحريو انتهي متس نقودا متس مالتي نقودا عند حر داء سمعك دمتسخ انتهي كدعاء تقبر تبل سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى أبقرآنكم إيلنا أبقرآن لكعكم إيلنا يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ربنا سبحانه وتعالى. لذلك الصحابة لكع بزاء آيات زياء تمثلي قبل نيرم بحرداء الرعد سمعهم كسمعون كله لزي دمتنا ينقودا كم يبلو انت يبلو سبحان الذي يسبح الرعد بحمده فسريه الله ربنا سبحانه وتعالى نصوه دخونه قويتاته ربنا سبحانه وتعالى فتصوم دخونه قويتاته بلو ربنا سبحانه وتعالى الذي يسبح الرعد بحمده حتى ترعد كي ترفه نرب سبحانه وتعالى مسقانا تسبح دقبر اللوز خونه قويتاته بلو ربنا سبحانه وتعالى. كذلك تسبح الملائكة من خيفته يعني من خوف الله سبحانه وتعالى كافر حنا يا رب سبحانه وتعالى تسبيح تقبر وتسبيح يقبرو وزم ملائكة تزيعتم تبل مالتي. كذلك حدث حرداء ما يند حرداء نغيطو ما يند حرداء دير خبه حدا مريت وحدا حد يند حرداء ما ينغيطو تعدم استسقاء قبرن كله رب سبحانه وتعالى خلمن كله صلاة الاستسقاء مسقبرو كافتا أدعياز قبر دحر صلاة الاستسقاء كم زعينة دعاء لنا مالتي استسقاء انتهي مالتي طلب السقيا يعني رب سبحانه وتعالى أروينا ما يهبنا لك تلمنا مالتي انتهي تبالك افتاء ادعيا اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل انتهي مالتي غيثا مالت مطر مالتي مطر مغيث كا يعني زت لنا قبرنا لك رب سبحانه وتعالى تلمنا لك مالتي مريئا انتهي مالتي هني هناء دلو خونتي مطر ذهب كنا تبلون ربنا سبحانه وتعالى ومريئا مالتك انتهي مالتي زراتي دبقل زراتي زوت قبرنا تبلون لخا ربنا سبحانه وتعالى مالتي انتهي مالتي دعاء اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل هزيل كان رب سبحانه وتعالى دعاة قبرلو لأنت ربنا سبحانه وتعالى مطر ويدماني ماين أنت خيبك. كذلك من الأدعية قومي الكاتدقاء قمون تتعني حكا أنت تقبر اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا كم زين دابلك دعاة قبر. النبي عليه الصلاة والسلام جاءهم أعرابي حدا قزين داس قدون كله صلاة الجمعة حدا أعرابي متيوم حدا هقرسب متيوم إلوهم يا رسول الله نحناسي هلكت الأموال إلوهم إتمالنا تناس هليك إلوهم وانقطعت السبل فادعوا الله أن يسقينا زن أحاناتنا بسمات مويتن من قد يبلنا كل انتاي كنا نحنا سمات مويتنا إلوهم النبي عليه الصلاة والسلام دعان دو قبرلنا رب سبحانه وتعالى مأنتي سقايا قبرلنا مأنتي زناب كوردلنا مايك كوردلنا من أنتي لوم النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه عليه الصلاة والسلام فقال إيش اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا
زيلهم دعاء رما النبي عليه الصلاة والسلام كذلك خمت استغسنايو كم ويلهم دماني أدعي رما النبي عليه الصلاة والسلام دحرين تاي رما دحري صمون دحري صمون نفس تأعرابي متيوه من النبي عليه الصلاة والسلام انتهي لهم مليس النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها عنا ما يسبزيحنا لهم زماي بمحير موقعوسي بزيحو حجي من قدخن كيرا يكالنا بوحج وقزاوتنا يبرس الله دقتن أموالناتنا يموت الله بما يزاكل لهم حجيس دعا قبرنا من أنت رب سبحانه وتعالى تطو كبلون التماي لهم فانتهي لهم النبي عليه الصلاة والسلام دعا قيرهم لحد ما يبزيحو دماني كم زيلك دعاة تقدر أنك اللهم انت خطفلتوا انتهي لهم اللهم حوالينا ولا علينا ما يتطوى بالله يتبلني قرطة ما يتبلني تايدا تبل اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر أزيلك دعاة تقبر ناب رب سبحانه وتعالى مأنتي الله سبحانه وتعالى نتماي انتهي قبره مأنتي مأنتي نفتخبا بناتك قبره تايت بل اللهم حوالينا ولا علينا حوالينا أنت ماتي أفتقن قلنا يعدنا أو قبره نفتها قر نفتنات نزلنا يعدس أو أيخون تماي من أنت عنا من قد خيك لأنا تايت عويلهم اللهم على الآكام لهم اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب لهم النبي عليه الصلاة والسلام الآكام أنت ماتي جمع أكمة وهي الرابية يعني الأرض المرتفعة أب أرض مرتفع قبره يعني أب كمزي لعلد بلي مريت قبره نمنتاي كاون دا ورده من انتي نتزرعتناتنا من انت كستيلنا والضراب انتاي ماتيو يعني اب جبال مات جبال بس تنجبال انتاي سخونا نست بلا جبل نست بلا قوب انتاي تبهي تصوع ضراب يبهل بعرب كم زقبر لنا يلوم النبي عليه الصلاة والسلام دعا قير ماتيو لذلك اندحر دعا بزيحو ماي كم زيكا دعا تقبر ماتيو كذلك من الأدعية استغاثة تقبر كل خانتاي تبل اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت ازيلك اون دعاة تقبر ازيلك دعاة تقبر رب سبحانه وتعالى من انت مطر كهبك عند حرب ازي حتمة ارض من انت خيتها لك كم تستغسنا يقير كادماني دعاة تقبر كذلك من الأدعية ما يورد كل بوش بوش دابل كل انتاي تبل اللهم صيبا نافعا تبل اللهم صيبا نافعا تبل ما يمس ورد يمس ود أدمان انتالك دعاة تقبر مطرنا بفضل الله ورحمته تبل برب سبحانه وتعالى بتفضلناتو بترحمناتو مطر وريدلنا تبل لمن تايل مع النبي عليه الصلاة والسلام رب سبحانه وتعالى سي كم زيلي لمنا هل تدروني لما النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال ربكم رب سبحانه وتعالى انتاي كم زبلسي تفلطوا دايل النبي عليه الصلاة والسلام تم صحابة انتايل أمام قالوا الله ورسوله أعلم رب الرسول يفلت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم انتايل ربنا سبحانه وتعالى إلى محاتي تم قال انتايل من النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني قال ربكم سبحانه وتعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر كفتم باروت ناتيسي قليئهم مؤمنين قليئهم كافرين كوينهم يلو ربنا سبحانه وتعالى من يتمؤمن دخانه من يتكافر دخانه انتهي ربنا سبحانه وتعالى فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته أما أتي بفضلنا يا رب سبحانه وتعالى بتششايناتو بتسأقاناتو بترحماناتو أوريد لنا ما يدبله فذلك مؤمن به إذا سبزي مؤمن بأي بأي زأمن سبيل ربنا سبحانه وتعالى وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا أما فمزبلو زاخو خوب زي أنا بزم سواتت زاخو خوب زي أخم زم سواتت ما يمتي زبالو سبات زم سبات زياتهم فذلك كافر به زم سبات زياتهم بأيد كفري أمين ربنا سبحانه وتعالى مؤمن بالكوكب إذا سبزي بكوكب أمين بأي يكون الأمين إلو رب خمي لما النبي عليه الصلاة والسلام لذلك حدث ابن حرداء مطر يعني متي رئيو ما يمتي رئيو تايب المالتيو مطيرنا بفضل الله ورحمته بششاينا يقويتانا بششاي بترحماناتو بتفضلناتو انتاي متئنا ماتيو ماي متئنا زناب متئنا إلو نرب سبحانه وتعالى يمسقن خالق سب كمسقن أي قباء مالتيو من أدعية الاستصحاء استصحاء انتاي مالتيو انت حرداء ماي بزحكات عن تويز تغسناه مالتيو
اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر زخاء نماني مالتي نتم يعني ماي دبوز حوم سبات من أنت كي قود أم كم زعينة دعاء يقبرو.